ازيك يا سرور؟ شفت يا فخري؟ شفت الكلاب عملوا فيا ايه؟ صدقيني انا اول ما عرفت اللي حصل جيت لك جري. حته بيت زي الحربايه حيه ودخلت بيتي، امنت لها واكرمتها وعملتها زي بنتي وفضلتها على كل اللي عندي. اعتبرت اني ربيت قطه مغمضه، واول ما كبرت بقت اسد متوحش، واول ما جعت كلتني. يا سرور انت عارفه كويس ان كارك ده الاصول ما تامنيش في لاي حد. عندك حق يا فخري، على راي مثل زمان قال اللي تبيع نفسها بالفلوس تبيع اي حد برضه بالفلوس. والكلب اللي اسمه حسام انا كنت عارفه انه هيبيعني، بس مش للدرجه دي. ده كل المراكز اللي وصل لها دي بسببي انا. انا كنت بجيب له القواضي على صينيه من فضه، وفضل يكبر ويكبر ويكبر والاخر قلشني. معلش يا حبيبه ما تزعلش، بكره تخرجي من هنا وتنتقمي منهم واحد واحد. اسمع يا فخري، خد اتصل بالنمره دي، هيرد عليك واحد اسمه عصام باشا، احكي له كل اللي حصل وقوله لازم يشوف صرفه يخرجني من الزفت ده. ده مش من شله العواجيز اياهم؟ ايوه يا فخري، قول له سرور بتقول لك عايزه تخرج من هنا بسرعه. معقوله يا سرور؟ يعني بعد كل اللي حصل ده كله وهو ما خدش خبر؟ انا اعرف ان الناس دي تعرف دبه النمله. يا فخري اعمل اللي بقول لك عليه ونفذه عشان خاطري. حاضر يا حبيبتي ما تزعليش نفسك، هتصل بيه وهرد عليك الزياره الجايه. هتسلم لي يا فخري، ما تحرمش منك ابدا. انا مش عايز حاجه منك غير اني اشوفك طالع من هنا بالسلام. ان شاء الله يا فخري. اتصل انت بس بعصام باشا وانا قريب قوي هبقى وسطيكم، وساعتها هعرف كل واحد مقامه. نزل ايدك يا بت، انت مجنونه ولا ايه؟ بيقولوا ان انت شهدت مع قابلتك سرور، مش كده؟ طيب اسمعي بقى يا بت منك ليها، واسمع كمان يا طور منك له عشان ما عنديش وقت. نعم يا حسام بيه. من النهارده خلاص مفيش سرور، بح خرطناها للوز. من هنا ورايح مفيش غير الأبلة الجديدة، أبلة توحة. واللي هتقوله توحة هيمشي على الكل ورجليكوا فوق قفاكم. شهر 6 قرب وأنا عندي محاضر كتير عايز أقفلها، فاهمين ولا أقول كمان؟ فاهمين يا باشا. وأنت يا بنت تعدلي، حكيم أنت خلاص ناقص لك معايا تكة. ولولا إن قابلتك الجديدة قالت إنها محتاجاكي أنا كنت عملت معاك الصح. معلش يا حسام بيه، ما هو انت لو خدتها انا مش هلاقي حد يمسح ويسيق البيت. انت عارف بقى ازمه الشغالين اليومين دول. انا اعمل لك اللي انت عايزاه يا ابله طوحة، عايزاني ادعك لك المواعين ادعك لك المواعين. بت شكل كلامي مش عاجبك، وشكلك كده هتحصلي قبلتك. يلا يا بت خشي جوه هاتيلي طش تحطي فيه ميه وملح، وتعالي عشان تدعكيلي بيه رجلي. يا أبلة هي هتسمع كلامك في كل اللي انت عاوزاه، بس يعني الباشا يمشي. انت مالك انت يا بت، يمشي ولا يقعد؟ ده بيته يقعد فيه زي ما هو عايز. والنعم انا ما قصدي، انا بس قصدي يعني. يا اخي خلاصي خالص ما اسمعش حسك. يلا بيته اتحركوا. يلا خشي جوه انت وهي. يلا يا اختي. هاتيلي طشت ميه وملح احط فيه رجلي. انا ماشي يا توح، لو في اي حد ضايقك كلميني. تنور يا باشا. ما تقلقش يا حسام بيه، أنا معاها. بتوحشيني، سلام. سلام. بتقعد. المية يا ست الكل. احلى ميه في الدنيا لست الهواني. هو يا بت خش ده الحيوان اللي جوه دي كده اغسل لي رجلي. طب ما اغسلها لك انا يا ابله. بقول لك اسكتي لا تحصلي قبلتك، قوم. حاضر حاضر. اترزعي. خدي بشوشه على رجلي، وبشوشه على الجزمه، وبشوش على القشطة. يلا فكي بشوش يا بت لحسن بشرتي تتعور.
يلا حط رجليك في الميه، قربي التشت ده شويه، يلا اعملي بقى مساج الاول. اي رجلي بتوجعني بشويش. يلا صباع صباع، التكنيله في ايدك اللي عامله زي المرزبه. ايوه كده. باشا، هو مين الراجل اللي احنا جايين له ده؟ ده راجل جديد كده، واحد معرفه قايل لي عليه. الراجل ده بقى هيعمل معانا احلى واجب، هيدينا كل البضاعه اللي احنا عايزينها بنص الثمن، وبعدين لما نبيع ونظبط بقى نديله بقيه فلوسه. الله الله الله، وعلى النعمه من نعمه ربي، لولا ان احنا يعني في منطقه شغلي دلوقتي كان زماني زغرط. معنى كده انه لو ادانا كميه زياده التوزيع هيزيد، ونسبتي انا كمان تزيد، وتشخلع بقى وتلعلع معايا. الله الله يا اشجان، انت بقيتي ماديه خلاص. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم، ربنا يديم العشم اللي بيننا يا باشا. بس يعني لا مؤاخذه، طباخ السم بيدوق وانا نفسي ادوق بقى. ماشي يا ستي، هندوقك اللي انت عايزاه. ماشي، بس نخلص المصلحه دي كده ويحلها المولى عز وجل. تصدق بالله؟ لا اله الا الله، انا بيعجبني ايمانك يا باشا، تقي اللهم قوي ايمانك. المهم يا باشا دلوقتي قول لي، هتعرف الراجل ده ازاي؟ هو قال لي لابس بنطلون اسود عليه جاكيت شماه بني، وقدامه شنطه سامسونايت بني، راجل غامق من الاخر. ايوه هو الراجل اللي هناك اللي مدينا جنبه ده. ماشي، انا هروح له اشجان. ماشي يا باشا، زي ما اتفقنا، ابوس ايدك ما توديناش في 60 ده، لو شميتي ريحه الحكومه بس تديني الزماره اللي احنا متفقين عليها. عيب عليك يا باشا، اطمن انت بس، انزل وروح تعالى لنا بالف سلامه. ربنا يستر. ربنا معاك، ترجع لنا بألف سلامة إن شاء الله. خلاص يا أشجان، ربنا يستر. أنت فيها زيادة. إنجز بقى، عايزين نشوف شوية فلوس حلوين. يا نهار متوحس، ده شوي عكاش، يا نهار أسود. إرجع إرجع يا باشا، هنروح فين؟ يلا يا نهار اسود ونيل، اركب يا باشا. في ايه؟ الراجل ده مخبر يا باشا، ده من منطقة ناس مشوق عكاشة. انت متأكدة من الكلام اللي انت بتقوليه؟ اه متأكدة. يلا يا باشا اطلع، والله العظيم هنروح في كلابوش، هنروح في كلابوش. ازاي؟ ده انا سالم هو اللي موصلني ليه؟ على فكرة سالم ده هو اللي باعك. استحالة استحالة سالم يبيعني ولا يفكر، ده هو اصلا اللي بيحذرني. يا نهار اسود، شكل الحكومه مش عايزانا احنا، ده عايزه الناس اللي فوقينا، عشان كده ما قبضوش على سالم، عايزين البكره كلها تكر. يا نهار اسود، بكر ايه واخد ايه دلوقتي؟ اطلع يا باشا هنتكلبش، انا مش قد الحبس، انا مش قد الحبس. خلاص خلاص، اطلع يا باشا ابوس ايدك، ابوس ايدك. يلا يا باشا خلاص، اتكل على الله. بس نتاكد بس من ان شاء الله، اتكل على الله.